التي ربما ركزت عليها أنا في مقدمتي لهذه الحلقة وذكرتها بالاسم، ويعني هذه الطفلة تعرضت للأسف يعني موقف صعب وموقف مأساوي للغاية حين تسبب خطأ طبي في إحدى مستشفيات لبنان في بتر يديها وبرجليها. طبعا موقف صعب للغاية. وينضم إلينا الآن من باريس عبر الهاتف والد الطفلة الأستاذ حسان طنوس. مرحبا بك معنا أستاذ حسان. طبعا تجربة مأساوية، لكن يعني هل تأكدتم بشكل مباشر ويقيني ولا يدع مجال للشك أن خطأ طبي هو كان وراء النتيجة المأساوية التي تعرضت لها ابنتك؟ بحييك أستاذ وبحيي ضيوف، وبحب أشكرك على هذه الحلقة، لأنه فعلا لازم نضوي على هيك أنواع من الأخطاء لحتى الأهل يتوعوا، لأنه الدور في دور كتير كبير للأهل بهذا المجال. نعم، جوابا على سؤالك، نعم تأكدنا أنه نحن، مش نحن تأكدنا يعني التقارير، لأنه بقصة إلا صدر أكثر من تقرير وكلهم أكدوا وأجمعوا على وجود الخطأ الطبي اللي صار بحق إلا، واللي دفعت ثمنه غالي كتير كتير كتير، يعني شيء لا يعوض. نعم أستاذ حسان، يعني وفق التقارير التي حصلتم عليها، الخطأ كان خطأ بشريا يتعلق بخطأ قد يرتكبه بشر، أم بإهمال، أم ربما بنقص في التجهيزات والمعدات؟ الصراحة قصة هلا جمعت عدة أخطاء، ولأنه هي أخطاء متراكمة بلشت بمستشفى مع طبيب وانتقلت كمان على غير محل، يعني على طبيب تاني ومستشفى تاني. قصة إلا بلشت بخطأ بالتشخيص، وبلشت بإهمال، بلشت بتأخير العلاج، بلشت بعلاج خاطئ، يعني جمعت إشياء، وبلشت كمان بمستشفى رفضت استقبلها، هي حالة خطر كمان، كان معها صدمة إنتانية يعني شوك سيبتيك، في مستشفى رفضت تستقبلها، وفي حكيم رفض يحكمها يفحصها. يعني شو بدك، جمعوا كلهم سوا بحالة إلا يعني. نعم. يعني حدثني كيف تتعايش أو كيف تعيش إلا الآن، وكيف تتعايشون أنتم طبعا مع حالتها في هذا الظرف الصعب؟ يعني ما بخفي عليك أنه وضع إلا صعب جدا جدا، بس نحن نؤمن برب العالمين، يعني أنه ما بيترك حدا، وهو قد ما تكون الأمور صعبة بالحياة رح يساعدك أنك تشوفها أحلى وتخليك تتجاوزها. إلا يعني مع كل المصائب اللي صابتها، وعملت أكثر من 20 عملية مع بنج عام بست شهور، طفلة عمرها 8 شهور ووزنها لا يتجاوز 8 كيلوغرام، قدرت رغم كل هالعمليات أنه تتوازن، وكل ما تطلع من عملية تضحك وتبتسم، وربنا سبحانه وتعالى يعني ما بتعرف إذا بتشوفها عم تستعمل الألم. هلأ عمرها 8 شهور عم تستعمل الألم أحسن مني ومنك، وبترسم وبتكتب، وأنا بدعي كل الناس تفوت على صفحتها وتشوفها لإلا. طبعا الحالة كتير صعبة، بالنسبة للإجرين كمان سيئة جدا يعني. هلأ نحن بطور ركبنا لها بروتيز أطراف صناعية لنعلمها التوازن، وبعد فترة شهر تقريبا نغيرهم وتبلش تخطي خطواتها الأولى. بالنسبة للإيدين فضلنا نحن كأهل هلأ ما نحط أطراف صناعية شكل، لأنه ما حيفيدوها وما حتتقبلهم، لأنه هي تعمل هلأ إيديها مع أنه ما عندها كفوف، ما عندها إيدين يعني. عم تستعمل الباقي من إيديها بشكل أحسن مني ومنك يعني. بتمسك قلم، بتلزق ستيكرز، بتتعلم عن تاكل. أكثر الناس اللي عانيت من نتائج الأخطاء الطبية، تعرضت أنا لخمس عمليات بما يقارب 40 يوم. الخمس عمليات هاي اللي عملتها طبعا حدث معي مش خطأ طبي، مجموعة من الأخطاء الطبية. أول عملية اللي هي أنا ذهبت كان في شهري التاسع ولادة، أول عملية اللي هي فتح بطني للسيسيريان واستخراج إخراج الطفل ثم تسكير البطن. طبعا البيبي انولد في حالة اختناق شديد، عاش 7 ساعات وتوفى. العملية الثانية اللي هي تم فتح البطن، طبعا أنا أثناء الولادة صار معي بليدينج اللي هو نزيف. تم
تسكير البطن بعد انه البيبي الاول من ناحيه صحيه انه انا فقدت صحتي انه عملت 5 عمليات ب40 يوم نعم. اللي هي ولاده الطفل وتوفى صار رحم بالغلط مثلا لفت شاخ في البطن ضرب الحالب بغرزه وعمل قطره على الكلى ثم سحب هذا الدرابيش بعد اسبوعين 3-5 عمليات نعم. فقدت صحتي طبعا من ناحيه صحيه انسى استاذ انا طبعاً. اثرت علي من ناحيه اجتماعيه يعني أنا اكيد يعني فقدتي القدره على ان يكون لك ابن هذا حدث جلل ويغير حياه اي انسان هل حاولتي الحصول على حقوقك او شكوى من تسببوا في هذا ربما سعيا لعدم تعرض المزيد من الناس في الاردن لمثل هذه التجربه المؤلمه للأسف تم القضية لحد الآن في أدراج المحاكم طبعا هي من عام 2007 لحد الآن صار لها تقريبا بما يقارب 8 سنوات في ضوء ما كانت هي في المحاكم صدر أنه قانون اللي هو إعفاء نعم إعفاء عن جميع القضايا اللي من ضمنها إعفاء قانوني اللي هي من ضمنها الأخطاء الطبية لازالت القضية تحت أدراج المحاكم وعلى ضوء وأمل أنه اللي صار لي ما يصير لحد من شمس اسم مستعار كما طلبت منا لم تود الإفصاح عن اسمها يا سيدة تتحدث إلينا من تونس قصتها حساسة جداً كما أشرت طلبت منا عدم الكشف عن اسمها الحقيقي بل أنها ستتحدث إلينا عبر صوت ثاني لأنها لا ترغب في أن أيضا يظهر حتى صوتها على التلفاز شمس مرحبا بك معنا وحدثيني كيف أثر خطأ طبي في حياتك أشكركم على قبول مشاركتي قمت منذ 4 سنوات بعملية جراحية بالتجميل عند طبيب الاختصاص ولم تنجح وقمت بعدها ب3 عمليات أخرى لإصلاح هذا الخطأ أنا الآن مشوهة كليا أعيش على مسكنات الآلام يوميا أنام على ظهري فقط لم تتم معاملتي كإنسان وقد تمت إهانتي من الأطباء المختصين طيب شمس نعم شمس يعني طبعا موقف صعب للغاية وأنت تشيري إلى تعامل الأطباء معك طب هل حاولتي أن تشكي هؤلاء هل حاولتي أن توقفي هذه السلسلة من التعامل المليئة بالإهمال والمليئة أيضا بسوء المعاملة هل لجأتي إلى جهة أو أحد في تونس هل قوانين وتشريعات تونس تسمح لك بمحاولة محاسبة هؤلاء قمت برفع دعوى قضائية ضد الأطباء ولكن في تونس الإجراءات القضائية تأخذ وقت طويل ممكن حتى سنوات أنا لم أعد أستطيع تحمل هذه الآلام أنا ميتة أريد أن أعيش أريد أن أولد من جديد وأواصل حياتي التي خسرتها نعم بالتأكيد طيب من يساعدك الآن يا شمس يعني وأين موقف الدولة التونسية أو وزارة الصحة من يقوم على علاجك أو توفير حتى مخففات الآلام أو مسكنات الآلام لك وعالج نفسي بدخلي الشهري رفض الأطباء مساعدتي ولم يعد يرغب أي طبيب بإجراء العملية لي وقد تم تصريح من عند الطبيب الثاني
الذي قام بالعملية الرابعة؟ نعم. أنه لا يمكن إصلاح هذا التشويه في تونس. نعم. وأنه يجب علي إجراء العملية خارج البلاد. نعم. شكرا شمس، شكرا على إشراكنا في هذه التجربة، طبعا تجربة صعبة. نتمنى لك السلامة، نتمنى أن